واخيرا منتخب الامارات بيفوز على هونج كونج بنتيجه 3-1 بعد ماتش صعب جدا. لا لا يا جماعه ماتش صعب جدا، انا قلت حرفيا بالسيناريو اللي كان مكتوب كنت حاسس ان في اخر الدقايق ان هونج كونج هيتعادلوا، وكمان الحكم بيدي 10 دقايق وقت بضل ضايع، انا قلت خلاص. لكن يا عزيزي لا خوف على الامارات في وجود مبابي العرب يحيى الغساني، اقسم بالله لاعب ما طبيعي يا جماعه ما شاء الله، جاب لك ضربه جزاء في وقت صعب جدا بيخلص لك بيها المباراه على طول. مش محتاجين بقى نخش في سيناريو ان احنا نتعادل مع هونج كونج. السؤال دايما بساله كل ما اشوف يحيى الغساني، يا جماعه ما تسيبوه يحترف يا جماعه، حرام والله موهبه كبيره، بالعكس لما يحترف هيأدي بشكل اكبر مع المنتخب وهيشيله اكتر، هو اصلا شبه مبابي وسريع جدا ومهاري، فبحسه مبابي النسخه العربيه. كده الامارات بياخد اول 3 نقط من المجموعه، باذن الله اشوف الامارات وفلسطين متاهلين للمجموعه دي، امنيتي والله. فلسطين بعد شويه بيلعبوا ضد ايران، يعني يا رب حتى ولو نقطه اتمنى، لان ايران منتخب صعب جدا، فالله يستر يعني.